والحديث أكثر حول هذا الإنجاز معنا عبر الهاتف من الكويت سعادة السيد علي إسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد. نبارك لكم بداية هذا التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة اليد، وهي المرة الخامسة في تاريخ كرة اليد البحرينية. حدثنا عن أهمية هذا الإنجاز بالنسبة لمستقبل كرة اليد البحرينية. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكركم على الاستضافة وأبارك للقيادة الرشيدة بتأهل منتخب الرجال لنهائيات كأس العالم المرة الخامسة، وبارك للشعب البحريني عامة والجماهير الرياضية خاصة على هذا التأهل لتأهل منتخبنا لنهاية كأس العالم 2021 في القاهرة. طبعا تأهل المنتخب استمرار للدعم الكبير للاتحاد البحريني اللي حصله من القيادة الرشيدة ومن سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد والسيدي سمو الشيخ خالد، الدعم الكبير اللي احنا نحصله في تهيئة اللاعبين في مختلف الفئات، خاصة في 2019 منتخب اليد استطاع التأهل بمنتخب الرجال والشباب والناشئين نهاية كأس العالم، وهذا إنجاز غير مسبوق كان. فنتمنى الاستمرار في تحقيق الإنجاز. طبعا تواجد منتخب كرة اليد في نهاية كأس العالم يعد يعني من الأشياء الضرورية بالنسبة لاتحاد كرة اليد الاستمرار وتدفق اللاعبين من فئات الدنيا إلى فريق الأول. فمتى ما كنا متواجدين في نهاية كأس العالم فبنضمن استمرارية وقوة منتخبات كرة اليد البحرينية. بالإضافة تواجدنا في هالمحافل العالمية تأكد قوة الرياضة البحرينية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص في تواجدنا في هالمحافل، واللي قل احنا الحمد لله رب العالمين قادرين نتأهل فيها بجدارة واستحقاق. طبعا تأهلنا في هالبطولة كان بالنسبة لنا شيء مهم، خاصة أن المنتخب غادر إلى التصفيات وإحنا عندنا إصابات ثلاثة من العناصر الرئيسية في المنتخب، بالإضافة إلى في عندنا اثنين لاعبين راجعين من الإصابة. أي فريق بيكون فيه العدد من المصابين فبيكون من الصعب عليه، ولكن الحمد لله البركة كانت في الموجودين وما قصروا اللاعبين والجهاز الفني والإدارة. كيف تقيم الأداء العام سيد؟ كيف تقيم الأداء العام للمنتخب خلال مبارياته الفائتة؟ أنا أعتقد المنتخب قدم مباريات جيدة قياساً نفس ما قلت لك قياساً للإصابات الموجودة. فأنا أعتقد في دور التمهيدي المنتخب قدم مباريات كبيرة في المباراة الأولى والثانية، وحتى في دور الثاني استطاع تقديم مباراة جيدة ما عدا مباراة اليابان. في الشوط الثاني المنتخب شوي انخفض أدائه واللي خسرنا فيه، أما باقي المباريات المنتخب قادر يعني وقاعد يؤدي مباريات يفوق حتى توقعاتنا احنا كمسؤولين على المنتخب، نفس ما قلت لك بسبب الاصابات الموجوده في المنتخب. نعم. فالحمد لله الهدف الاساسي بالنسبه لاتحاد كره اليد هو التاهل الى نهائي كاس العالم، والحمد لله قدر تحقيق الهدف الاول والاساسي بالنسبه لنا. نعم، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني سعاده السيد علي اسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكره اليد، شكرا جزيلا لك.